أكيد بكل السادة المشاهدين وكل من يتواصل معنا عبر مساء الجمعة، جمعة طيبة مباركة من جديد. ونبتدي فقراتنا مع ضيوفنا شير في الخير، وهذه المرة بشكل توعوي وصحي، مقبلين على عيد الأضحى المبارك. ينعاد عليكم بالصحة والعافية، محافظة على البيئة وأيضا المحافظة على طريقة حفظ جلود الأضاحي. وكل مرة وكل عام دائما ما نذكر ب يعني هذه المبادرات التي دائما ما تشير إلى إنارة الطريق لشباب وأيضا ل يعني إحياء كل مرة طاقات إيجابية لديهم ولدى أيضا البيئات المختلفة التي تحافظ على بيئات صحة المكان. إذا مشاهدينا نرحب بالمبادرة القومية للتوعية بالمحافظة على جلود الأضاحي من خلال باشمهندس معتصم أحمد أبوع، رئيس المبادرة القومية للتوعية بالمحافظة على جلود الأضاحي. مرحبا بك كثير يا باشمهندس. مرحبا بك أستاذة، ومرحبا أستاذ أحمد برضو. وأنا شاكر لقناة النيل الأزرق على إتاحتها لنا الفرصة إننا نجي نتكلم عشان نقدر نصل للشعب السوداني بالمبادرة حقتنا. مرحبا بك يا باشمهندس معتصم أبو أحمد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا أخي، منورنا في مساء الجمعة. الله يسعدك أبو حميد وحبابكم ألي إن شاء الله. إذا بنتكلم بداية عن تعريف لهذه المبادرة، مبادرة محافظة على جلود الأضاحي. المبادرة هي التعريف لها إنه فكرة بتاعة شباب، إنهم المناظر اللي تشاهدت في عيد الضحية الفاتت، الجلود اللي ترمت بقت وسخت المدينة وعملت ضرر بالبيئة، ما عايزينها تتكرر، بالإضافة لرفع قيمة الوعي بتاعة الشعب السوداني بالقيمة بتاعة الجلود ذاتها كمورد طبيعي، وممكن نعمل له قيمة مضافة يتحول لحاجة تجينا بعائد بتاع عملة صعبة. نعم، طيب هل في يعني هل هنالك توعية؟ يعني في البدء احنا لازم ننصح بالطريقة الصحيحة للسلق الحفظ، وإن كان يعني خطوات الإرشادية لكل شخص يعني ومضحف في بيته. في أيوة. طرق يعني توعوية في البدء؟ أيوة فعلا في طرق توعوية الناس شغالين عليها من خلال فيديوهات بتوضح كيفية الطرق الصحيحة للسلق، وبعد ذلك بيتوزع السلق. لازم يكون بصورة سليمة، كيف يعني بقدر الإمكان يحاول الإنسان اللي بيسلخ في الجلد ما يحدث لنا أي ثقب، يعني ما يقد لنا الجلد، وبعد ذاك ما يحاول يحصر على الجلد ويقد لنا، فكمان برضه ما يضغط على اللحمة شديد، لأنه اللحمة بتزيد بسرعة العملية بتاعت التعفن. بعد ذاك بعد ما الناس عملت عملية السلخ يجب تمليح الجلد بطريقة كويسة، لأنه الملح بيحافظ ليا على الجلد من العملية بتاعت التعفن. الطريقة الصحيحة للتمليح كيف؟ إنه أي مساحة موجودة داخل الطبقة اللحمية للجلد تصلها كمية مناسبة من الملح، بعد ذاك الجلد يتخطى في صورة بتاعت كورة، يتحفظ في أماكن كويسة، أماكن ما فيها أشعة بتاع الشمس، ما فيها موية، ما يتجرى على التراب في الأرض. بعد ذاك الناس يودوه لأقرب مسجد أو أقرب نادي. ليه؟ لأنه هو الإنسان ما بيبيع الجلد بتاع الضحية بتاعه لأن هي حاجة ما صح، لكن هو يوديها لجهة خيرية اللي هي المساجد والنوادي، لجان المقاومة، لجان الأحياء تقدر تستفيد منها في عمل خيري. بعد ذلك هم الناس ذيل بيودوها لنقابة التجميع. نقابة التجميع هي الموكل عليها المهمة بتاعتنا توصلها للوكالات والمدابر وكذا. هل أنتم كمنظمة أو كمبادرة عندكم مقر معين أنكم الناس تجمع فيه جلود الأضاحي؟ أيوه، نحن تواصلنا مع عدة شركات حتشتغل في عيد الضحية، منها شركة النيل الأبيض وشركة الأماتونج. هم عندهم نقاط بتاع التجميع، حتكون في كل محلية في نقاط، مثلا في سوق اللفة حتكون فيه نقطة بتاع التجميع، على ما أعتقد برضو محطة حلة كوكو حتكون فيها نقطة بتاع التجميع، لفة دوشاب في بحري أو مبدا ود البشير برضو حتكون فيها نقطة، لفة سراج في أندرمان برضو حتكون فيها نقطة بتاع التجميع. وتاني في نقاط بتاع التجميع يعني عشان يسهلوا العملية بتاعت نقل الجلود للنقاط بتاع التجميع، هتكون قريبة للمناطق السكنية بإذن الله. نعم، طيب باشمهندس أنتوا أول مرة المبادرة دي ولا لها فترة؟ والله أول مرة، والدوافع الأساسية يعني الحاجة اللي بتلقيها جوا أي سوداني شاف المنظر بتاع الضحية السنة الفاتت، الجلود اللي ترمت، الجلود هي قيمة عشان كده أنا عفوا للمقاطعة، يعني أنا
كنت دايره اتكلم عن حاجه مهمه اللي هي رفع الوعي. لما نتكلم عن انه الموضوع ده في البدء هو ثروه قوميه، يعني لما نقعد نشوف صنع في السودان قاعدين نزعت كثير بحاجاتنا، وبيكون بالنسبه لنا دي الحاجه اللي فيها ملامحنا احنا وهويتنا السودانيه. فبالتالي كيف ممكن في البدء ترفع الوعي ما قبل يعني مثلا عيد الاضحى المبارك؟ والله يا استاذه رفع الوعي هو عن طريقكم انت اول، الاعلام لازم نوصل عن طريقكم لكل المجتمع السوداني، نوريه الطرق السليمه بتاعه السلخ والحفظ الجلود. فالجلد هو اذا سلخ وتحفظ بعد ذاك ثاني ما بيكون في مشكله، لانه بيصل للناس اللي بيقدروا يتعاملوا معه، بعد ذاك الناس اللي بيقدروا بيعملوا له بيعملوه كقيمه مضافه عشان يتصدر يجيب عائد للدوله. انا يا اسراء عايز اساله عن موضوع التمليح ده، انا النقطه دي يا ريت توضحها بشكل مبسط، يعني هل الملح ده فعليا بيحفظ الجلد من انه يتعفن، والطريقه ذات السليمه عشان الواحد يملح الجلد؟ طيب تمام، الطريقه السليمه هي اول ما الجلد يسلخ يتفرش، بعد ذاك تاخذ كميه مناسبه من الملح عليه، لازم الكميه المناسبه بتاعت الملح تصل اي حته في الطبقه بتاعت اللحميه. في ناس بيسلخوا بالطريقه بتاعت القربه، يعني ما بيشقوا الجلد بالنص، طريقه القربه هو الجلد بيكون زي القميص ده مثلا، فانت بتدخل الملح بيدك جوا، لازم بجوا يعني حتى يدين القميص اللي هي الكرعين بتاعت الجلد يوصل الملح، يعني اي نقطه جوا الطبقه بتاعت اللحميه وصل الملح ثاني ما بتكون فيه مشكله. الملح بتاع الطعام الواحد ده، الملح بتاع الطعام الواحد ده، بالاضافه للحاجه المهمه مع الملح انه ما يتعرض للشمس، ما يتجرع على الارض، بالاضافه لكده ما يتعرض للمويه، خصوصا انه ان شاء الله لو ربنا بدا في الاجيال الضحيه حيكون في الغالب في الفتره بتاعت الخريف الفتره الجايه، فالناس تكون حريصه انها ما تخلي الجلد ده يتعرض للمياه بتاعت الامطار. نعم. او العبور والشفاعه. حتبقى مشكلتين، يعني ما ذكرت قبل شوي موضوع اصحاح بيئي ومشكله داخله على خريف. طيب انا دايره اتكلم برضو عن دور الانسان كابن بيئه، يعني عاده وانت ذكرت يعني كل منطقه في سنتر او في يعني مناط بي او مكان خاص بتجميع الجلود. المساعدات اللي بنشوفها عند الانسان السوداني في كل منطقه، يعني هل عندكم برضو في الاحياء شباب لجان مقاومه حتى يعني تتكامل الادوار بشكل واضح؟ تواصلنا مع اغلبيه لجان المقاومه المركزيه، وكل الشباب يعني جاهزين السنه دي انهم يتعاونوا مع الناس. حتى النقطه المهمه ان احنا بدينا طبعا تدريب للجان المقاومه ذاته امس، في يوم الامس كان في شغل بتاع تدريب في نرمان الثورة، وبكرة إن شاء الله يوم السبت الساعة 10 حيكون في بحري في شنبات، ويوم الأحد حيكون في الأسهري، وحتتواصل الدورات التوعوية التدريبية للناس بالطريقة السليمة للسلخ وللحفظ، يعني بنصل الشباب يحد عندهم وبنوريهم الطريقة اللي يجمعوا بها الجلود، والبعد ذلك يوصلوها للنقاط بتاعت التجميع. نعم. طيب إذا بنتكلم عن القيمة المضافة وأثرها على تحسين الاقتصاد السوداني. تمام. للجلود نفسها. أوكي. هو الجلد ثروة قومية ربنا حبا بها دولة السودان، لكن صراحة يعني أغلبية الشعب السوداني ما عارف القيمة بتاعت الجلد. الجلد هو كرو ماتيريال، إذا هي أنا سلخته من بعته حاليا أو صدرته حيتباع مثلا ب 100 جنيه سيراليون، ال 100 جنيه دي بوينتو دولار. أنا إذا حولت الجلد ده لمرحلة واحدة بس اللي هي مرحلة الويت بلو، إضافة المواد الكيميائية تصنيع الويت بلو، الجلد بيتضاعف 12 مره كقيمه، بيتحول لي ل 2 دولار ونص. دي المرحله الاولى، بيتضاعف ثاني ممكن يصل ل 6 دولار، المرحله الاخيره ممكن يصل ل 12 دولار. حاليا الحاويه بتاعت الجلود بتتصدر لاوروبا في الوقت الراهن ب 50,000 يورو، اللي هي ما بين 30 ل 40 دولار للدستر. نعم. اذا احتجلت يعني الجلد انت بدل انا اصدره كرو ماتيريال او ابيع رو ماتيريال اللي هي جلد خام ب 100 جنيه، ممكن بس في مرحله واحده يبقى 1200. نعم. احنا بالتاكيد يعني محتاجين باي شكل تحسين الاقتصاد السوداني، هي فرصه ودفع ايوه عجله الانتاج. شكرا لك باشمهندس معتصم احمد رئيس المبادره القوميه للتوعيه بالمحافظه على جلود الاضاحي، شكرا جزيلا. وايضا نتواصل معكم مشاهدينا، ودارين نسمع اليوم بقدر الامكان للمبدع خلص الاختفاء ونستمتع بجميل الاغنيات. احمد بركات تفضل.
قلبي يريدك يا جميل بدر ويريدني عليه يا مسك كلام الريح راقي في لسانك وديب حنان الناس غاروا بحنانك كلك انت بديع والحسن زانك واللي بيقول كم شاف انت حيرته
ويريد.